مرحبا من جزيرة مارغريت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. طبعا اليوم اول ايام عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى الجميع بالصحة والسلامة. احنا حاليا بمكان مميز واللي هو جزيرة مارغريت في منتصف العاصمة الهنغارية بودابست. الجزيرة هاي موجودة على النهر اللي يفصل بين بودابست ونهر الدانوب، فخليكم ويانا وان شاء الله الفلوق يعجبكم. احمد، ماكو توجيهات؟ ماكو ملاحة توجهنا؟ في احمد نظرته، خلينا نشوف. سلم على المتابعين. احمد سلم على المتابعين. السلام عليكم. سلام اغاتي. وهاي ويا عزوز السائق المضبوط. عزوز سلام. عليكم السلام. هذا سنجاب كان. الجزيره مليانه سناجب وطيور. باو هاي الطيور بالجزيرة قبل شوية، السناجب. وهاي الحديقة الكبيرة بجزيرة مارغريت. طبعا يا جماعة كنا بالحديقة الكبيرة مال جزيرة مارغريت وشفنا اثنين اصدقاء متابعين على اليوتيوب، انس وصديقة مؤيد، فدا نتمشى احنا صدفة عرفني من قناة على اليوتيوب، فتخيلوا حتى بهنغاريا وبجزيرة مارغريت هم وصلت شهرتي الحمد لله. هذا احمد يصور بانوراما للنهر. يا جماعه مثل ما تشوفون الناس طالعه والحمد لله الحياه راجعه طبيعي، خاصه ان الحكومه الهنغاريه مؤخرا قالت انه بنهايه شهر 5 وبدايه شهر 6 ان شاء الله الامور ترجع طبيعيه. طبعا شفنا بالجزيره عرب ومسلمين. هاي جزيرة مارغريت اللي اقترنا بها اليوم في منتصف نهر الدانوب. وهاي اشترينا تذكرة. هذا الجهاز موجود بكثير من الأماكن بالعاصمة لشراء التذاكر. الحمد لله اليوم كان جدا ممتع. رحنا لجزيرة مارغريت وغيرنا جو شوية، خاصة انه اليوم اول ايام عيد الفطر المبارك. كان اكو والله ناس بالجزيرة، يعني مو ما كان العدد قليل، فالعالم بدأت تطلع شوية شوية وبدأت ترجع الامور طبيعية ان شاء الله، وان شاء الله خير، بلكي ان شاء الله قريبا تنحل هاي الازمة وتخلص. ولهنا وصلنا لنهاية الفلوق، ان شاء الله تكونون استمتعتوا ويانا بهالفيديو. كانت الاجواء جدا ممتعة والجو جميل، ومثل ما شفتوا كان اكو هواي ناس، يعني الحمد لله شوي شوي بدأت الامور ترجع لمسارها ولطبيعتها بهنغاريا. نتمنى انه ان شاء الله الامور
يعني تتعدل قريبا ويرجع كل شيء المسارة وكل شيء مثل ما كان إن شاء الله وأحسن. لايك الفيديو إذا عجبكم واشتراك بالقناة ونشرها بين أصدقائكم، وانتظروا إن شاء الله فيديوهات جاية. كان ياكم أحمد سعد، سلام.